أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله. هذا وأشار سموه إلى أن الجهود المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التطلعات الوطنية المنشودة هي أساس النجاح والتميز المعهود لفريق البحرين، وعليه يتم البناء نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية اليوم معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيسي وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلسين وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وسعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. وأشار سموه إلى النتائج المثمرة لاجتماع الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة مؤخرا، وأهميته في مواصلة تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات أبناء دول المجلس. كما أكد سموه أن ما تحقق لمملكة البحرين من منجزات تنموية يسهم في تحقيقها كافة أعضاء فريق البحرين في شتى القطاعات هو محمل فخر بل محل فخر لدى الجميع ودافع نحو المزيد من التقدم في مختلف أوجه العمل الوطني بتكاتف الجميع لبناء الحاضر والمستقبل الزاهر للبحرين وكافة أبنائه. لافتا سموه إلى أهمية تكثيف الجهود بروح الفريق الواحد في جميع المسارات التنموية واستمرار خلق الفرص النوعية أمام أبناء الوطن بالشراكة مع القطاع الخاص بما يصب في تحقيق الأهداف المرجوة. من ناجيته أعرب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص مستمر على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص بما يسهم في الدفع بعجلة التقدم والتطور تحقيقا للأهداف المنشودة.